اللي هي أولى مساحتنا اليوم رح تكون مع المساحة الطبية، وما زلنا عم نحكي عن التوعية بعد سنة، يعني مثل هاليوم السنة الماضية كنا بلشنا بالحظر المسائي صحيح. إذا بتتذكري كان يمكن عندنا 5 إصابات فقط بكورونا، هلأ عندنا أعداد أضعاف أضعاف كبيرة. وصلنا بالذروة الثالثة، ولسه عم نحكي عن طبعا الذروة الثالثة شو اللي تغير فيها. سابقا كنا نقول إنه الأطفال هن أقل إصابة بكورونا، ولكن هن إيجابيين جدا بنقل الفيروس. هل هالقاعدة لساتها مستمرة أو لا؟ وهل بيختلف البروتوكول العلاجي بالنسبة للأطفال أو لا؟ طبعا كل هاي المعلومات رح يعرفنا عليها لليوم الدكتور أسد إبراهيم، اختصاصي بالأطفال. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير لكم للسادة المشاهدين. صباح الخير دكتور أسد. يعني بالبداية بالموجة الأولى والثانية كانوا يقولوا الأطفال هن الناقلين لكورونا، لفيروس تمام. كورونا. اليوم عم نشوف في إصابات أو عم نسمع في إصابات، هل هالحكي مؤكد إنه الأطفال عم ينصابوا ولا هن بس ناقلين عم تمرق عليهم مرور الكرام؟ خلينا نحكي إذا هلا ما في تغيير كبير، خلينا نقول عن الموجات السابقة منذ نشوء الكوفيد كورونا سمي هو المستجد، معناها جسم ما عنده تعرف سابق، وبالتالي أي شخص معرض للإصابة بكل الأعمار أطفال وكبار. هلأ إحصائيا اللي لوحظ أنه إصابة الأطفال كانت خفيفة، يعني معظم الأطفال اللي كانوا يصابوا هن إصابات لا عرضية أو أعراض بسيطة تشبه الجريب العادي. الحديث كان عن أنه الإصابات الشديدة عند الأطفال نادرة، يعني إذا أخذنا إحصائيات منظمة الصحة العالمية نسبة إصابة الأطفال بالموجات كلها خلينا نقول بالكوفيد هي حوالي 10% تحت 14 سنة. معظم هذه الإصابات إصابات خفيفة جدا، أما لا عرضية أو أعراض بسيطة تشبه الجريب العادي. كان التركيز على أنه نسبة الإصابات الخطيرة عند الأطفال التي تتطلب استشفاء أو اللي ما عم تؤدي للوفيات أو للاختلاطات هي أقل من 2%، وبالتالي بالنسبة لإصابة الأطفال مثلهم مثل أي شخص ثاني عند التقاط العدوى يصاب، إنما ما بيطور أعراض أو إنه الأعراض اللي بيطورها بتكون خفيفة. طبعا السؤال إنه ليش الأطفال ما عم ينصابوا بإصابات شديدة، كان في كتير دراسات ركزت على إنه هنن عم يتعرضوا لعدد كبير من الفيروسات الأخرى اللي ممكن تعطي بعض الحماية المتصالبة ضد الكورونا. شافوا إنه ارتكاسهم المناعي تجاه الفيروس أقل، وبالتالي نسبة الضرر الارتكاس المناعي الشديد هو اللي بيعمل ضرر للجسم، ارتكاسهم أقل وبالتالي ما عم تظهر أعراض عندهم شديدة. أيضا شافوا أنه ممكن أحيانا سطح الرئة عندهم ما عم يعني في وقاية ضد التقاط الفيروس. هلا حاليا مع السلالات الجديدة، طبعا نحن ببلدنا ما في شيء مؤكد بموضوع السلالات الجديدة، نحن عم نحكي بشكل عام عن الكوفيد 19. ما فينا نقول انه نسبة الاصابات الخطيرة عند الاطفال ازدادت، انما بنفس المنحة اللي كان فيها الموجات الاولى والثانية في اصابات للاطفال، ممكن صرنا ننتبه عليها اكثر، ممكن صارت الاعراض نوعا ما اشد، انما لساتنا ضمن نفس المنحة الاحصائي بالنسبة لموضوع الاصابات الخطيرة. نعم، وهون بدي اسألك الدكتور، بما انه حكيت على الاعراض، عم نشوف هي الموجة الثالثة مختلفة شوي الاعراض عن الموجة الاولى او الثانية، يمكن الموجة الثانية كانت اكثر شيء الناس عم تنصاب بالصيف بحاسه الشم والدوء. تمام. هلا لا، عم نشوف حاسه الشم والدوء موجوده عند اغلب المصابين، حتى اللي عاملين بي سي ار عم يطلع معهم ما عم تروح حاسه الشم والدوء، بس عم نشوف الاسهالات زايده واعراض الجريب يعني متشابهه. بهي الحاله كيف عم بيتم التشخيص؟ هلا نحن حاليا بوجود الوباء اي اعراض موجهه للاصابه عم نتعامل معها بالشكل انه كورونا محتمل او اصابه مشتبهه. تمام. هلا حتى بالموجات الماضيه كانت الاعراض الهضميه مسيطره عند الاطفال اكثر، هذا الشيء كان ممكن انه ما عم يتفسر انه هذا اصابه بالكورونا، كان يجي اطفال عندهم مثلا التهاب امعاء او اعراض هضميه، غثيان، اقياء، اسهال، الم بطن، ويتعالجوا كالتهاب امعاء عادي بدون التفكير بموضوع انه الاصابه بالكورونا. نحن الاعراض نفسها خلينا نقول ما تغيرت بالنسبة للإصابة بالكورونا، اللي هي الأعراض التنفسية، ممكن تكون الأعراض فقط تشبه إنتان تنفسي علوي، رشح، عطاس، سيلان أنف، فقط حاسة الشم ما هو جزء أساسي، وحتى عند الأطفال ممكن ما يلاحظوها لموضوع فقط حاسة الشم. عم نشوف الأعراض الهضمية عم تسيطر، الآلام الهيكلية، التعب. نحن دائما بنقول إنه أي بدء لسعال
عن الطفل، سعال مستمر عن الطفل، أي حرارة عالية ما عم تستجيب وغير مفسرة بإصابة ثانية أو أي أعراض هضمية لازم نتعامل معها كحالة مشتبهة للإصابة بالكوفيد. ما ننسى عند الأطفال نحن وحتى بحكم ممارستنا هون بالمشافي شفنا حالات لها علاقة أثبتت أنها كوفيد، وهي تأثير غير مباشر للفيروس، هي ارتكاس للمناعة. يعني سجلت حالات مثلا من الأمراض شلل جيلان باري. شلل جيلان باري هو نحن بنعرفه سابقا انه هو بسموه تالي للانتان، اي انتان ارتكاس مناعي بعد اسبوعين لثلاث اسابيع ممكن يحرض شلل طرفين سفليين. فسجلت حالات مثبته في متلازمه اسمها داء كاوازاكي اللي هو اصابه قلبيه تالي للاصابه بالكوفيد. كل هاي الارتكاسات المناعيه، التهاب دماغ سجل ايضا، في تظاهرات خلينا نقول لا غير نموذجيه لا تعزى بشكل مباشر للفيروس نفسه انما للارتكاس المناعي التالي للفيروس. نعم دكتور، خلينا ننتقل ونحكي للعلاج. هلا عم نشوف في كثير من الاطفال عم نتيجه تغيرات طقس اصلا وبالمدرسه وهيك عم ينعدوا بيضلوا مرضى، ففي اطفال عم يصيبوا ويرجعوا يمرضوا، يصيبوا ويرجعوا يمرضوا. خلينا نحكي عن هاي الحاله، هل هي انه بتاكد انه في كورونا ولا لا؟ خلينا نحكي هلا العلاج عم يكون مثل علاج الكبار، في طبعا بروتوكول محدد للاطفال او لا؟ هلا وجود الكورونا هذا الوباء ما بيمنع انه الاصابه بالانتانات الفيروسيه الاخرى الشائعه عند الاطفال، الرشح، الزكام، الانفلونزا. تمام، الانفلونزا هي موجوده وهلا بتغيرات الطقس ممكن نشوفها، على التجمعات ممكن نشوفها، ففي كثير اطفال عم يعانوا من هذا الموضوع. وما هلا ما فينا ننفي انه هذا ممكن يكون كورونا لانه الاطفال اصابتهم خفيفه. دائما مركز انه وجود في حدا بالجوار، في حدا بالعائله عنده الاصابه. طيب حتى عفوا دكتور، نحن عم نقصد الاطفال الخدج؟ لا، الاطفال هي الاطفال هي المجموعه العمريه حتى 14 سنه من العمر السنه، يعني من عمر الاشهر من الولاده حتى عمره، طبعا من الحديث الولاده من اليوم صفر لليوم 14. متاكد انه بينصابوا بالكورونا من حديث الولاده؟ لا، اقل عمر سجلت فيه 4 ايام، وبس كانت العدوى من هي مشان بيطرح موضوع الانتقال من الام، كانت العدوى من الطاقم الصحي الذي يعتني بالطفل مو من الام الحامل. فهي الموضوع ما اكد. هلا طبعا نحن ممكن كمان نضيف انه موضوع اصابه الاطفال دون السنه الاولى من العمر خطيره نسبيا، وشفنا حالات نحن لاصابات بعمر مثلا 3 اشهر او 4 شهور على شكل اصابه صدريه شديده استدعت العلاج والتهويه الاليه لمده طويله. هاي الحالات سجلت. موضوع التمييز بين الانتانات التنفسيه العلويه الطبيعيه، الرشح العادي، الزكام العادي، الانفلونزا العاديه والكوفيد، دائما عم نشوف نحن من ناحيه القصه، ما مو كل طفل عم نعمل له مسحه حتى ناكد، الا اذا كان في حدا فعلا بالعائله او حدا بالجوار او بنفس المكان اللي الطفل عم يروح فيه سواء على الروضة أو على المدرسة سجلت حالات، فهي الأعراض بتنبهنا. الأعراض اللي مسجلة بكورونا من حيث الحرارة العالية، يعني أي طفل عنده أعراض انتان تنفسي عالية، حرارة عالية، إرهاق شديد أو تعب شديد مع فقد حاسة الشم، هي ممكن ننتبه لها، أما هذا ما بيمنع وجود الانتانات التنفسية العلوية الطبيعية. طيب ما في شيء بالمطلق يعني. تمام. أي طيب دكتور، في حالة من الحالات إنه طفلة بتعاني مثلا من هي من أول ما ولدت من عيب خلقي بالقلب. تمام. تمام، بعد فترة مرضت صار عندها طبعا أزمة صدرية لأنه هي عندها مشكلة أساسا قلبية، دكتور المعالج وصف لها جلسات إرزاز، المشفى حولتها كورونا، عالجتها علاج كورونا فصار معها مضاعفات وتوفت. فخلينا نحكي عن الغلط بالعلاج. ما غلط بالعلاج هاي الحالة، ما يعني أنا اللي نحكى عنها ببعض وسائل الإعلام بس بشكل غير خلينا نقول الواقع. هي طفلة عندها تنازور داون اللي عم تحكي عنها، عندها تنازور داون وعندها إصابة قلبية خلقية، وبالتالي أي إنتان تنفسي علوي هو خطير عند هدول الأطفال. نحن كبروتوكولات في المشافي أي طفل عنده إنتان تنفسي علوي مع إصابة صدرية شديدة يجب أن يعامل ككوفيد. المعاملة ككوفيد لا تعني عدم العلاج، إنما تعني وضعه في مكان مخصص للحجر مع العلاجات التي تطبق. فالطفل بيأخذ علاجاته بشكل كامل. ما ننسى هون انه الاطفال اللي عندهم او هنن اكثر خطوره لتطوير اصابه شديده، من ضمن الاطفال اللي عندهم اصابه قلبيه خلقيه. هلا نحن الاطفال اللي عندهم ربو، اطفال اللي عندهم بدانه مفرطه، اللي عم ياخذوا معالجه بالستيرويدات، اللي عندهم تثبط مناعه، اللي عندهم سكري، مرض مزمن، هدول اي اصابه صدريه عندهم لها خطوره عاليه.
وبالتالي إصابة الكوفيد عندهم الكورونا كمان تحمل نسبة أعلى من تطوير إصابة صدرية خطيرة ونسبة أعلى من الوفيات. فموضوع أنه نحن طفل أنه عالجناه ككورونا فسببنا له اختلاطات، هذا ما دقيق، لأنه العلاج سواء اشتبهنا ككورونا العلاج واحد، يعني نحن فقط يختلف معنا موضوع العزل. طفل عنده إصابة صدرية بحاجة لدعم التهوي، بحاجة إلى إذا ما عم يأكل نحط له سيروم مع العلاج الداعم. طبعا في سؤال سألتي موضوع علاج أنه بيختلف، ما في بروتوكول يطبق عند الأطفال. معظم الأدوية اللي تستخدم عند الكبار ليست مرخصة عند الأطفال. أوكي. يعني حكى سابقا عن الكلوروكين، عن الأدوية، هي لا تعطى عند الأطفال. العلاج عند الأطفال عرضي، تحسين الحالة العامة، إذا كان بحاجة لتهوية آلية تنبيب وتهوية آلية، التخلص من المفرزات، كل هاي الأمور مع البروتوكولات من ناحية مميعات الدم، العلاج بالستيرويدات حسب الضرورة، بانتظار أنه الجسم هو يتخلص من الفيروس. أما العلاجات نوعية للكوفيد عند الأطفال غير مطبقة بشكل عام. ده بالنسبة لأدوية الالتهاب، تمام، هي عم تستخدم ضمن البروتوكول العلاج للأطفال ولا لا؟ لا، هلا حتى عند الكبار كصادات حيوية لا، نحن أدوية الالتهاب إذا كان مقصود لا كمان لسه ما بدنا نقول لا قطعا يعني، بس لأنه لا هي كلها تجارب، هو الكوفيد مستجد يعني. وكل شيء يطبق عليه هو مستجد، يعني في أحيانا بتمر فترة أشهر ممكن يقولوا هذا الدواء مفيد بيرجعوا بيتراجعوا لا غير مفيد. فالعلاجات التي كبروتوكول انه تطبيق الصادات بالحالات اللي فيها انتان ثانوي، اما هو فيروس ولا يفيد فيه الصادات الحيويه. طيب دكتور خلينا نحكي شويه اليوم، اكيد التعامل صار فيه كثير اهالي صار عندهم فكره عن التعامل مع كورونا، وان كان للوقايه وان كان تمام. حتى ما بعد، ولكن لسه في معلومات شوي بما انه كمان هو مستجد اوقات في معلومات بنجهلها. خلينا نعطي شوي هيك وصفه للاهل اللي بيشكوا انه طفلهم ممكن يكون مصاب بكورونا، كيف ممكن يتعاملوا معه؟ طبعا نحن بنركز على انه اهم نقطه بالعلاج هي الوقاية بالمجتمع ككل أو عند الأطفال. إذا الأهل شكوا أنه الطفل عنده إنتان أو عنده إصابة صدرية أو أي شيء مثل ما حكينا، تطور عنده سعال غير مفسر، حرارة عالية، تعب، الاستشارة الطبية الفورية حتى ننفي أو نأكد أنه هذا موضوع إصابة بكورونا ولا لا. الوقاية أنه نحن ما ننعدى منه، نحافظ على التباعد الاجتماعي حتى بالمنزل، نحافظ على النظافة الشخصية ونظافة الطفل والأدوات حتى ما أنه هو يسبب عدوى للآخرين. معظم الحالات الشديدة عم يتم التعامل معها بالمشفى، لهيك قلنا الاستشارة الطبية هي الأساس. طبعا هذا بينقلنا كمان لموضوع الوقاية بشكل عام بأماكن التجمعات. هلا الأطفال ممكن ما كتير ينتبهوا أنه إذا أعطيناهم محاضرة أنه والله لازم ولازم، لا لازم نلجأ لأساليب تشجعهم على هذا الموضوع، سواء إلى علاقة بوسائل الإعلام، إلى علاقة خلينا نقول طرق التعليم، الوسائل الإلكترونية، كل هاي ممكن تشجعهم. موضوع لبس الكمامة للأطفال فوق عمر السنتين، بالمدارس نتجنب مثلا الألعاب اللي ما فينا نبتعد فيها عن الاحتكاك، ألعاب الكرات، كرة السلة، كرة القدم إجباري بده يصير فيها احتكاك. بالمنزل نركز كثير على نظافة مكان الطفل، ألعاب الطفل، الأماكن اللي بيتردد للطفل، كل هاي الأمور أساسية. عند الشك بالمنزل نحمي أنفسنا، نحمي بقية الأطفال المخالطين مع الاستشارة الطبية اللي هنن بيوجهونا للبروتوكول. طيب دكتور قبل ما نختم مع حضرتك، عند شك بأي إصابة كان بالإنفلونزا أو هي كانت رح تصير كورونا، تمام، بعد قد فترة منقول هي كورونا؟ في مدة زمنية؟ ما فينا نحن إذا ما في إثبات مخبري يعني سواء مسحة أو بي سي آر نقول هي كورونا حتى عند الكبار، لانه في كثير اشخاص عم يعانوا من ارتفاع حراري كبير ومن اعراض ولكن عم يعملوا بي سي ار عم يطلع معهم ما عندهم كورونا. هلا عند الاطفال نحن بشكل عام البي سي ار او المسحه ما هي اجراء روتيني، خلينا نقول عند الشك بوجود قصه مخالطين في اصابه شديده. الاطفال معظم الاطفال اللي عم ينقبلوا بالمشفى بشك كورونا بينعمل لهم المسحات او بينعمل لهم البي سي ار. هلا اما بالمنزل كاهل اعرض انتان تنفسي علوي ومرت انه ممكن لك ممكن ابني انصاب، بس ما في شيء تاكيد على هذا الموضوع. ومن هي النقطه نحن قلنا باعتبار الاطفال لا عرضيين او اعراضهم خفيفه ممكن عم يساهموا بالانتشار بدون ما نكون نحن منتبهين لهم. يعني الايجابيه عندنا هون
انه ما بينصابوا بشكل شديد، السلبيه انه ممكن يكونوا ناشر للمرض بدون ما ننتبه لهذا الموضوع. اكيد نتمنى دائما الصحه والسلامه للجميع. طبعا بس في نقطه مش من موضوع اللقاح انه ما انحكى لموضوع الاطفال، بس للتنويه انه حتى الان اللقاحات غير معتمده عند الاطفال، بس يعني للكبار اقل عمر جرب عليه اللقاح هو 16 سنه، يعني 16 سنه فما فوق بالنسبه للقاح الكوفيد. في تجارب حاليا من 12 ل 17 سنه، بس لسه شيء جديد ومو معروف. أكيد. نتمنى يعني يبصر نور كل انواع اللقاحات قريبا لحتى نرتاح من هالوباء. ان شاء الله. شكرا لك دكتور. أهلا وسهلا.